public a offert une décote pour l'état de la banque. Ainsi, la cette opération soit menée à bon port. On se place également à la troisième position par rapport à la BEA et la BNA. Par l'amélioration de l'organisation, aller plus loin, ce qui a bloqué, ce qui nous a... Pour dire que on veut booster le... ...de 243 milliards de dinars. L'ensemble des opérations depuis... المرحلة الأولى من قافلة القرض الشعبي الجزائري الذي سيفتح رأس ماله على مستوى بورصة الجزائر، هذه تعتبر يعني مرحلة استراتيجية بالنسبة للبورصة وكذلك بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري. والهدف من هذه القافلة هي السماح للمتعاملين الاقتصاديين والسماح للمواطنين بمعرفة ماهية هذه العملية وكيفية المشاركة فيها. حسين، حوكمة المؤسسة، تعزيز الشفافية وإعطاء للقرض الشعبي الجزائري واحد الصورة اللي تكون صورة يعني تاع شركة شفافة وراح تفتح لها آفاق فيما يخص التعاملات تاعها مع المؤسسات الخارجية وتفتح لها آفاق على المستوى الخارجي إن شاء الله.